ملي جبدنا حنا المشكل ديال السوق الصالح ان السيد العمده انسحب اش غينسحب وتعرفوا علاش طرحنا عليه المشكل ديال السوق الصالحين من طبيعه الحال مشروع سيدنا اللي ما جاتوش الغير على ود داك مشروع سيدنا اللي داروا لنا عطاه الدرويش ما نفعل وخرج برا. السلام عليكم. حنا دابا جينا للجامعه وتلاقينا مع واحد الاستاذ اللي هو ديال الاتحاد العام للمقاولات والمهن السي الفلالي. الحمد لله دابا هذا الملف هذا عطينا في واحد اليد اللي هي ثقه بان السيد الفلالي قال لنا راه غندخل لكم في هذا المشكل كونوا هانيين. غير بغيت نعرف واحد الحاجه، ملي جبدنا حنا هذا المشكل ديال السوق الصالحي ان السيد العمده انسحب اش غينسحب وتعرفوا علاش ينسحب. راه السيد العمده راه هو عمده ديال مدينه سهل، راه خصو اول واحد اللي خصو يدخل في هذا المشكل ديال السوق الصالحي راه هو ان السوق الصالحي فين كاين؟ كاين في مدينه سهل اللي هو جا سيدنا بناه لنا اكبر سوق في افريقيا اللي هو سيدنا كيجي كاين من مدينه سهل، وبعد شي مسؤولين ينشروا واحد الفساد كثير اللي هما في العماله والقائد اللي هزوا الخنيبره. الله يجزيكم بخير. كان طالب من سيد العمده راه خصو يدخل، راه هو كعمده مدينه سهله وحنا اللي درناه، علاش ملي كيحتاجونا كيجوا عندنا، انتخب عليا دير عليا وكذا والله يجزيكم بخير، حنا نخدموا معاكم نخدمك، ملي تخدم معنا خدم معنا في هذا المشكل ديال السوق الصالح، حنا متضررين، انا القهوه ديالي مشات ليا، القهوه ديالي شكون دالي بغيت شكون دالي، انا كما هو القاعد كنت ندخل عنده الدائره ديالو كيحيد لي التليفون، اش كيحيد لي التليفون؟ كيبتسني بواحد المبلغ كبير، كيبتسني مبلغ كبير ولا كذبت عليه انا نتعاقب. نتواجه انا وياه، نتواجه انا وياه، الله يجزيكم بخير، كنطالبوا من شي مسؤولين اللي هو عندهم قلب حي يدخلوا في مشكل ديال السوق الصالح اللي مشروع ديال سيدنا الله ينصرو بناه الناس التجار اللي هما عندهم حق وما باقي ما خداش حقهم، ضايعين والناس برانيين داخلين ذاك المشروع. السي العمده الا ما جاتش غير على المشروع هذا داخلين ليه الناس برانيين والناس المتضررين هما حداك جاو عندك كيطالبوك جريتي عليهم نتايا نتايا نفعل علاش تدفع على السي العمده علاش؟ انا خصك تدافع لي على حقي بانه هذا المشروع هذا راه وسط مدينه سالا اللي كعمده انت على مدينه سالا، لم تشكش غير على المشروع ديال سيدنا اللي هو في مدينه سالا على عمله تجيك الغيره السي العمده. الله يجزيك بخير، هذا النداء كنوصلوا لك، الله يجزيك بخير، خصك تدخل عاجلا في مشكل ديال السوق الصالحين اللي هو مشروع ديال سيدنا في مدينه سالا. حنا جينا عندك باش تجلس معنا وتحاور معنا بانك كنفع شي مشيتي علاش تدفع تمشي علاش؟ انا كنطالبوا من قلوب الحيه شي مسؤولين يدخلوا مشكل ديال السوق الصالح المشروع ديال سيدنا، وهذا النداء كنوصلوا للفرقه الوطنيه تعمق البحث ديالها، تعمق البحث ديالها. الله يجزيكم بخير، الناس ضايعين، ضايع في القهوه ديالي مشات ليا، الله يجزيكم بخير، وعندي وثائق ما يتبعني شهاده اداريه، وعندي نائب رئيس جمعيه شاهد ليا مجلسي معايا والامانه مجلسي معايا، عندي قهوه، عطيوني القهوه ديالي، انا القهوه ديالي ما تعتقش عليها، وكناش سيدنا الله ينصرك والله يخليك لنا والله يشافيك سيدنا، ما تدخل في هذا المشكل، راه المشروع ديالك فيه واحد الخرقات كثيره، فيه واحد الفساد كثير. السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن، مبروك عواشركم. احنا التجار ديال سوق الصالحين اللي احنا تقصينا منه، اليوم جينا للعماله عندنا واحد اللقاء مع صدفة مع السي العمدة، هو الحوار ما كانش داير علينا وحنا بقينا سمعنا منه بزاف ديال هذا واستفدنا منه. في الاخر ملي طرحنا عليه مشكل ديال سوق الصالحين من طبيعة الحال مشروع سيدنا اللي ما جاتوش الغيرة على ود داك مشروع سيدنا اللي داروا لنا عطاه الدرويش ما نفعل وخرج برا، السي الفلالي عطانا وقت وخدينا صورة معاه واستقبلنا وكنشكروه بزاف بزاف وقلبنا ارتاح ليه بان جاتو الغيره على مشروع سيدنا اللي مشروع ملكي اللي وزعوه وباعوا وشراوا فيه ودخلوا فيه الناس البرانيين اللي حنا التجار ما استفدناش فيه وتقصينا. واليوم جينا عند السيد هذا اللي هو السي الفلالي ارتاحينا ورا درنا معاه واحد جبدنا مشروع سيدنا هو ينفعل، سمح فينا في القاعه وخرج، يعني ما تقبلش ما جاتوش الغيره المشروع ملكي اللي هو دمروه الناس اللي ما عمرناش انهم ودخلوا لذاك مشروع سيدنا واللي حنا زدنا فيه وكبرنا فيه بجناب وحنا ولاد البرارك وكبرنا فيه وبعنا وشرينا فيه تقصينا ما عندناش تحصينا وقصاونا. كنوجه رساله لسيدنا اللي بنته هي مظلومه في حقها اللي قلعوا لها حقها ودمرونا لوليداتي وانا عندي الوليدات ولحد الان باقا كنتكرفص. الله غالب اخوتي، انا رسالتي بغيت يشوفها سيدنا، راه هما قصاوني راه ما ديت والو ما استفدتش ما ديت حتى حاجه اخوتي، وتفرقوا عدات من بزاف ديال الحوايج في سوق الصالحين وما استفدتش منها حتى شي حاجه. اللي مخشيه انا في الطواليط اللي هي معطيه لبنتي بالتزام ومنها كنديروا كنبيع حاجه اخويا الكارو بموات وكندير الميناج مع بنتي في البلاصه ديال بنتي سوق الصالحين مدمر انا ووليداتي. رانا تغلبت اخويا، بغيت شي واحد اللي هو قلبه فيه الرحمه
اللي هو يكون عنده ضمير ويحط راسه ويقول راني ظلمت هذيك السيده اللي هي كتبيع وتشري وتحصات وقصيله رحشومه. وهذا الشيء هذا كنطرحوا لسيدنا جلاله الملك وكنطرحوا للسيد الوالي والسيد العامل والسيد الفلالي. سيدي انايا كنقلب غير على رزقي، بغيت رزقي راه ضيعونا. راه انايا عندي 46 عام وانا في السوق الصالحين، واليوم اللي جاء المشروع ديال سيدنا راه لاحوني ما عطاونيش وراقيها هما باش تنخلص. كنت نخلص انايا وكان عندي الكارنيه ديال السوق وعندي القانون ديالي وكل شيء عندي، وليني راه هما لاحوني وانا دابا بغيت حقي، تنقلب على حقي. انا ما عنديش اللي يخدم عليا، انا دابا اليوم ما خدمتش ما بعتش بيمو اليوم ما واكلاش ما شربش هذا النهار، وحق لا اله الا الله. وهذا رمضان هذا راه ما كانش اللي يدخل عليا 10 دريال بهاد العواجر، الا ما نطش نخدم نمشي ندير الخبز او لا ندير شي حاجه اخرى رانا ما غاديش ناكل ما غنشربش. واش انا غنمشي نسعى؟ واش انا راه على الخبز الكرم اللي كنجمع؟ وليني رمضان هذا دابا الخبز الكرم كنجمعو، الحاجه اللي صلحات كنجمعها ناكلها، ما يسمحش لي الله الا كذبت. والخبز الكرم ما استفدش، ها انت 46 عام كان عندي حانوتي بحالي بحال الناس كلهم، ودابا السوق دخلوه الناس اخرين ماشي الناس ديالنا حنا ضعاف، راه مشينا مشردين. وهاد الناس اللي دخلوا السوق راه ما كانوش في السوق اولدي. الرساله ديالي كنوجهها لسيدنا محمد السادس، الله يخليه لينا ويخليه لينا تاج فوق ريوسنا ان شاء الله. انا كان ناديه يقلب علينا ويناشدنا يشوف هذا الشيء اللي حنا ضايعين فيه، راه حنا ضايعين. رانا في سوق سماره في حانو هذاك مدرسه سماره كنبيع بموات دابا، ودابا ها انت ها المدرسه ها العطله ياك ما غاديش نبيع ما غنشريش اش ناكل انا. وعاوتاني ها هي المدرسه ما غيفطروش الناس، واش انا غنبيع بهم مع الدراري نفطرهم؟ انا باغا باش نعيش ومحيدين لي حانوتي وانا قاعده ضايعه ولا ما نسمح لهم لا دنيا لا اخره. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.